بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محاضرتنا اليوم هي تكملة لمحاضرات مادة الأناتومي، هي بالنيرفس سيستم. نيرفس سيستم يعني الجهاز العصبي. الجهاز العصبي من أهم أجهزة الجسم. هذا الجهاز أهميته تأتي كونه يتكون من تراكيب هشة، fragile structures. هذه التراكيب لها دور كبير في التحكم بجميع أجزاء الجسم، في التحكم بجميع ماذا؟ أجزاء الجسم، والتحكم بجميع النشاطات الحيوية للجسم. وهذه التراكيب تتجمع فيما بينها لتكون شبكة متآزرة متكاملة تسمى بالجهاز العصبي. إذن بشكل عام، ما هي أهمية وظيفة الجهاز العصبي؟ الجهاز العصبي له يمكن أن نجمل وظائفه المتعددة في وظيفتين رئيسيتين. الوظيفة الأولى Control Center for All Body Activities، يسيطر على جميع أنشطة الجسم. الوظيفة الثانية Responds and adapts to change that occurred both inside and outside the body، يعني يستجيب ويتكيف للتغيرات التي تحصل داخل وخارج الجسم. يستجيب ويتكيف للتغيرات التي تحصل داخل وخارج الجسم. يعني الآن عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، تمام، الجهاز العصبي يرسل إشارات إلى غدد وأنسجة الجسم وعضلات الجسم للتقليل من النشاط أو للقيام بنشاطات معينة من أجل فقدان الحرارة الزائدة حتى تعود درجة الحرارة إلى وضعها الطبيعي، وبالتالي يحافظ على الهوموستاسس، يحافظ على الهوموستاسس. وإذا انخفضت درجة الجسم يعني برودة، يقوم الجهاز العصبي بالإعاز إلى الأجهزة المختصة في الجسم بزيادة نشاطات معينة من أجل ارتفاع درجة حرارة الجسم، increasing temperature of the body، تمام، to reach the level the normal level of the temperature، من أجل الوصول إلى المستوى الطبيعي لدرجة الحرارة، تمام. إذا هذه التغيرات زي ما البين، الألم، حتى الألم لما يحصل ألم يستجيب للألم الذي يعني يحصل في أجهزة الجسم. عندما يحصل ألم للإنسان، الجهاز العصبي هو الذي ينقل أو يحلل هذا الألم. قد يكون هذا الألم التهاب، قد يكون هذا الألم وجع، قد يكون هذا الألم لدغة، لا قدر الله لدغة عقرب أو ثعبان، قد يكون هذا الألم مخزة إبرة، وهكذا. temperature ارتفاع كما قلنا وانخفاض درجة الحرارة، والبريجنانسي هذا الحمل الخاص بالنساء، لأن المرأة عندما تحمل يحصل تغيرات هرمونية في جسمها وتحصل تغيرات سلوكية. هذا التغير، تمام، من الذي ينقله أو يقوم بنقله إلى الأعضاء المختلفة في جسم الكائن الحي؟ هو الجهاز العصبي، تمام. الآن ما هي الوحدات، أو هذا الجهاز العصبي ما هي الوحدات الأساسية في تركيبه؟ structural and functional unit of the nervous system. الوحدة الأساسية في تركيب الجهاز العصبي هي من؟ هي النيورونز اللي هي الخلايا العصبية. الخلايا العصبية هذه يعني
عبارة عن عدد كبير جدا من الخلايا العصبية تتواجد في جسم الإنسان، تصل إلى مليارات الخلايا، تكون شبكة متكاملة وتقسم الجهاز العصبي إلى جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي كما سيأتي معنا. هذه الخلايا هي تكون أو تشكل الوحدة التركيبية والوظيفة للكائن الحي. Form the structural and functional unit of the nervous system. Of the nervous system. تمام. ما هي مكونات الخلية العصبية؟ لاحظ كما هو بالرسم واضح جدا أن الخلية العصبية تتكون من أول شيء ما يسمى بجسم الخلية العصبية، هذا المنطقة المستديرة round form، تمام، التي تحتوي بداخلها وات نيوكلاس النواة، يمتد منها عدد من الزوائد. في هناك زوائد صغيرة قد تكون متعددة أو قد تكون أحادية، هذه الزوائد تسمى بالديندرايت، وزائدة طويلة تخرج باتجاه عكسي لها، هذه الزائدة تسمى بماذا؟ بالأكسون، بالمحور. إذن بشكل عام نستطيع أن نقول أن الخلية العصبية تتكون من سيلبدي اللي هو جسم الخلية العصبية، ودندرايتس اللي هي الزوائد الشجيرية، تمام، والأكسون المحور، تمام. السيلبدي تمتد منه الزوائد الشجيرية، هذه وظيفتها ريسيفينج، استلام، استلام ماذا؟ المحفزات العصبية، استلام السيالات العصبية، استلام المنبهات العصبية من خلايا عصبية أخرى، خلايا عصبية سابقة لها، وخلايا عصبية مثلا عندنا في السلسلة في التسلسل العصبي أو في الشبكة العصبية، خلية عصبية أولى first neurons، تمام، and the second neurons. First neurons receive the impulse، receive the stimulus، receive the messages، الرسائل من 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 خلية عصبية سابقة تنقلها عبر هذه البروسيسز، تنقلها عبر هذه الزوائد الشجيرية إلى جسم الخلية العصبية، تمام. يمتد قلنا منها الجزء الثاني من المحور، المحور عمله ماذا؟ transport، transport or sending، يعني ماذا؟ نقل أو إرسال هذه السيالات العصبية التي انتقلت إلى جسم الخلية العصبية، ستنتقل عبر الأكسونز إلى خلية عصبية أخرى. هذا اللون الأزرق هذا بداية خلية عصبية أخرى، هذه زائدة شجيرية لخلية عصبية أخرى. إذن سوف ينتقل السيال العصبي عبر هذا الأكسون وضمن منطقة السينابس، وضمن منطقة أو يسموها منطقة التشابك العصبي، منطقة ماذا؟ التشابك العصبي، ضمن منطقة التشابك العصبي إلى الخلية العصبية الأخرى، إلى الخلية العصبية الأخرى. إذن عندي أنا خلية عصبية أولى الزوائد الشجيرية حقها تستلم المحفزات العصبية من خلية عصبية أخرى، تنتقل إلى جسم الخلية العصبية، ومن جسم الخلية العصبية عبر الأكسون المحور حتى تصل إلى منطقة التشابك العصبي أو الشك التشابكي، يسموها ماذا؟ أو منطقة السينابس، منطقة السينابس، وهي منطقة التقاء خلية عصبية بخلية عصبية، منطقة التقاء المحور لخلية عصبية أولى بالزوائد الشجيرية لخلية عصبية ثانية، ويبقى بينهم فراغ ما يتلامسوا على طول، ما فيش يعني على طول تاتش تلامس، لا ما فيش تاتش، إنما يبقى هناك فراغ جاب، يبقى فراغ أو سبيس، هذا الفراغ هو السينابس، عبره تنتقل ماذا؟ عبره تنتقل السيالات العصبية إلى الخلية العصبية الثانية، تمام، وعبر ما يسمى بالنيورو ترانسميترز. النيورو ترانسميتر أي النواجل العصبية، مواد تنقل السيال العصبي زي القوارب، تنقل من الضفة هذه إلى الضفة، من الضفة الأولى إلى الضفة الثانية، هذه هي الضفة الأولى، هذه هي الضفة الأولى، وهذه هي الضفة الثانية للشاطئ، تمام، وهذا هو البحر أو الشاطئ اللي هو السينابس، تنقل عبره ماذا؟ السيال السيال العصبي الامبولس أو المحفزات العصبية، تنقلها إلى الخلية العصبية الثانية. من أبرز هذه النواقل العصبية ما يسمى بالأسيتايل كولين، بالأسيتايل كولين. إذن هنا يقول neurons don't touch، there is a gap between them، الخلايا العصبية لا تتلامس، هناك
فوارق أو تجويف فيما بينها. هذا الفارق أو التجويف يدعى بماذا؟ بالسينابس، يدعى بالسينابس. قال messages are sent across the synapse by special، يعني بطريقة خاصة الرسائل أو السيالات العصبية تنتقل عبر هذا السينابس بطريقة خاصة. إذن قال هنا communication between neurons، التوصيل ما بين الخلايا العصبية، هذا يولد تيار كهربائي. لاحظ الآن هذا الشكل يوضح ذلك، يولد تيار كهربائي. هذا التيار الكهربائي كافي لأن يضيء لمبة كاملة. قال هنا the use of neurotransmitters causes an electrical current، يعني استعمال أو استخدام النيوروترانسميتر أو حركة النيوروترانسميتر. طبعا النيوروترانسميتر وين عاد تتحرك؟ من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى عبر السينابس، عبر التشابك العصبي، وهذا يولد تيار كهربائي مستمر. التيار الكهربائي المستمر سوف يؤدي إلى إحداث إضاءة، قد تؤدي إلى إحداث ضوء مثل ضوء الفلاش، هذا اللي هو فلاش لايت، اللمبة كاملة، يؤدي إلى إحداث إضاءة كاملة. أوكي، الآن تقسيمات الميجور أو التقسيمات الرئيسية للجهاز العصبي. الجهاز العصبي يقسم بصورة رئيسية إلى central nervous system و central nervous system and peripheral nervous، اللي هما هذا peripheral nervous system. نعود أولا، أول شيء سنتناول من central nervous system. central nervous system أول مكوناته هو البرين، اللي هو من الدماغ. أول مكوناته اللي من البرين، انظر معي الشكل الآتي. أول حاجة هذا الشكل، هذا البرين، هذا هو البرين بالكامل، هذا هو البرين بالكامل، هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء. أول مكونات البرين ما هي؟ أول مكونات ماذا البرين ما هي؟ السيريبرم اللي هو من المخ. The largest part of human brain، يعتبر أكبر جزء من دماغ الإنسان. أكبر جزء لماذا؟ من دماغ الإنسان. ما هي وظيفة البرين السيريبرم أو مركز استجابة لعدد من الأحاسيس، لعدد من الوظائف؟ أول حاجة الثوت، التفكير. أنا أفكر، أي مركز التفكير في المخ. اللانجوج اللغة، السنسس الأحاسيس اللي هي الإبصار، الشم، التذوق، اللمس، كل هذه عبر من؟ عبر السيريبرم. الميموري الذاكرة، الذاكرة للإنسان، ذاكرة لما تمشي عنده تمر به أحداث معينة يخزنها في الذاكرة، وخاصة الأحداث الهامة بالنسبة له تبقى مخزنة في الذاكرة. الأحداث أحيانا بعض الأحداث الفرعية جدا لا تتخزن عنده ولذلك ما يستذكرها، لكن بعض الإنسان له قدرة ذاكرة عالية يستطيع أن يخزن حتى الأحداث الجزئية والتفصيلية، وقد تكون مرت على وقد يكون مر عليها فترة زمنية طويلة جدا، يقوم بتخزينها فترة زمنية طويلة جدا يقوم بتخزينها تمام، ثم استذكارها في لحظة الحاجة إليها، في لحظة الحاجة إليها تمام. هذا يتم عن طريق من؟ وحدة الذاكرة. وحدة الذاكرة ليست وحدة واحدة في الدماغ، وإنما هي مناطق متعددة تمام، مناطق متعددة، ليست كأنها لاصق معين أو منطقة معينة، لا، مناطق متعددة داخل الدماغ. طبعا الإنسان لما يمر به حادث معين يعني أو تمر به حادث معين، موقف معين قبل 10 سنوات 20 سنة تمام، ثم يأتي بعد 20 سنة يحصل له موقف مماثل، يحصل له موقف مماثل. هذا الموقف يؤدي إلى أن الإنسان يستدعي من ذاكرته ذلك الموقف اللي حصل له قبل 20 سنة 10 سنوات 5 سنوات تمام، فتتجمع عنده الأحداث، تتجمع عنده الصور حتى يستذكر ذلك الحدث بالكامل. مثلا على سبيل المثال، هناك شخص قابلته وأنت قبل 5 سنوات أو 10 سنوات جلست معه وكذا، ثم كان لقاء عابر
التقيتم في موضوع معين ساعتين ثلاث إلى ما إلى ذلك، ثم انقطع عنك أكثر من 10 سنوات، 15 20 سنة. بعد هذه الفترة التقيت به في مكان معين، أنت تنظر إلى الصورة، أنت تعرف الصورة، تقول في نفسك هذا الشخص أنا أعرفه، من هو؟ لا تتذكره تماما. تبدأ المناطق المتعددة للذاكرة في الدماغ تجمع المعلومات، تجمع المعلومات حتى تكون لك صورة كاملة ومعلومة كاملة. بعدين أنت على طول تقول نعم، يعني ها، يعني شوف، استذكرت الشخص بالكامل، تذكرته بأنه فلان الفلاني، استذكرته في اليوم المعين. أحيانا نفس الشيء، هو قد يكون أسرع منك، يلقاك ويتذكرك يقول لك أنت فلان يعني، وهكذا، أو أنت تكون أسرع منه في الذاكرة فتتذكره بسرعة، تتجمع عندك وحدات الذاكرة تجمع لك المعلومة بالكامل حتى توصلك إلى ماذا؟ إلى المعلومة المتكاملة، إلى المعلومة المتكاملة. ولذلك قال هنا A memory is not a snapshot، يعني ليست منطقة stored، يعني snap زي snap يعني تخزين، ذاكرة تخزين. In the brain it must be brought together from information stored in various parts of the brain، يعني هي عبارة عن تجمع لمعلومات مخزنة في مناطق مختلفة من الدماغ. هذه الإضاءات المتعددة تبين لنا إيش؟ أنها مناطق متعددة داخل الدماغ، تمام، تتجمع فيما بينها لتكون لك المعلومة المتكاملة، لتكون لك المعلومة الكاملة، تمام. الآن ما هي مكونات ما هي مكونات ماذا الآن هنا اللي بعده، عفوا، اللي أول حاجة قلنا السيريبرم، والآن السيريبيلم، اللي هو مكونات من؟ مكونات الدماغ. هذا هو كان الجزء الأول، اللي هو من؟ اللي هو السيريبرم، اللي هو المخ. الآن السيريبيلم اللي هو من؟ المخيخ. المخيخ المخيخ هو عبارة عن الجزء الذي يقع في قاعدة من؟ في قاعدة الدماغ. في قاعدة من؟ الدماغ. ما هي وظيفته؟ ماسكولا كوردينيشن، اللي هي وظيفة العضلات، يعني عمل العضلات، الانقباض، الانبساط، حركة العضلات بالكامل في الجسم يتحكم بها من؟ السيربيلم. البالانس اللي هو توازن الجسم، أنت لما تمشي تكون في حالة متوازنة، من خلالها تحدد اتجاهك وحركتك في أي اتجاه، هذا يسمى بماذا؟ بالبالانس، توازن الجسم. البوستشر، تحديد الموقع، أنت واقف وعارف أنك في الجهة اليمين، في الجهة اليسار، أمام، خلف، من مكان معين، لكن عندما يحصل خلل، عندما يحصل خلل في، لا قدر الله، في منطقة السيربيلم، يحصل خلل في مثل في هذه المراكز أو في هذه الوظائف، في وظائف العضلات، في وظائف البلانس، في البوستشر، يعني لا يستطيع الإنسان التوازن ولا يستطيع تحديد موقعه بالضبط أين. في هذه الحالة نقول عليها اختل التوازن، واختلال التوازن ناتج من اختلال في السيربيلم. الآن المكون الثالث للبرين، المكون الثالث للبرين من هو؟ اللي هو البرين ستيم، اللي ساق الدماغ، أو يسموه النخاع المستطيل. إيش عمله؟ connect brain to spinal cord، يوصل ما بين الدماغ وما بين من؟ وما بين الحبل الشوكي، يوصل ما بين الدماغ وما بين الحبل الشوكي. ما هي وظيفة البرين ستيم؟ البرين ستيم له عدة وظائف. البريثينج يتحكم بالتنفس، السولوينج يتحكم بماذا؟ يتحكم بالبلع. الهارت بيت يتحكم بماذا؟ يتحكم بدقات القلب. البلاد بريشر اللي هو ضغط الدم. هذه الوظائف يتحكم بها من؟ البرين ستيم. إذا حصل اختلال في ضغط الدم يتحكم، يعيده إلى توازنه من؟ إشارات عصبية أو أوامر عصبية تصدر من البرين ستيم. نفس الشيء، الاختلال أو التوازن في ضربات القلب وصولها إلى الحالة الطبيعية في حالة اختلال، من يتحكم بها؟ البرين ستيم. السوالوينج، بلع الطعام،
من يتحكم به بصورة طبيعية؟ البرين ستيم، البريثينج، التنفس. من يتحكم به ويوصله إلى الحالة ويجعله في حالة طبيعية؟ من؟ البرين ستيم. إذن هذه هي وظيفة من؟ البرين ستيم، أو يسموه ساق الدماغ أو النخاع المستطيل، لأنه لاحظ يعني تركيبه أو هو بشكله طولي، لونجيتودينال ستراكشر، تركيب طولي أي يعني طويل، وذلك يسموه ساق أو النخاع المستطيل أو النخاع المستطيل. تمام. الآن الجزء الثاني من، إذن أول جزء من السنترال نيرفس سيستم كان البرين بمكوناته الثلاثة، اللي هي من؟ السيريبرم والسيريبيلم والبرين ستيم. الآن الجزء الثاني الذي هو من؟ السباينال كورد. السباينال كورد، السباينال كورد عبارة عن عمود من الأعصاب، تمام، يمتد من الدماغ إلى أسفل العمود الفقري. من الذي يحميه؟ تراكيب هشة يتم حمايته بواسطة العمود الفقري، الفقرات فيرتبري، تمام، تقوم بحمايته. ما هي وظيفته؟ conducting embolisms between the brain and the rest of the body، توصيل السيال العصبي من الدماغ إلى يعني نهاية الجسم، the rest of the body، تمام، إلى نهاية الجسم بالشكل الطولي. أما إلى بقية أجزاء الجسم وتفرعات الجسم، هذا كما سيأتي معنا، هذا وظيفة من؟ البريفرال نيرفس سيستم. Impulse may travel as fast as 2068 miles on hour، يعني السيارات العصبية تجري بسرعة 268 ميل في الساعة، يعني سرعة كبيرة جدا، سرعة كبيرة جدا تجري بها السيالات العصبية لتوصل التحفيزات إلى مختلف أجزاء الجسم، إلى مختلف أجزاء الجسم. الآن الجزء الثاني من من؟ من الجهاز العصبي. الجزء الثاني من الجهاز العصبي اللي هو من؟ الذي هو البريفرال نيرفس سيستم، البريفرال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي الطرفي، يتكون من النيرفز visible bundles of axon and dendrites that extend from the brain and spinal cord to all other parts of the body، عبارة عن حزم أو تجمعات من المحاور. قلنا المحاور هو المحور، هو الامتداد الطويل. لو نرجع الآن لتركيب الخلية العصبية، أول شيء الخلية العصبية لما شرحناه، هذا الأكسونز، هذا هو الأكسونز، قال bundles of axons and dendrites، ومن؟ والزوائد الشجيرية، والزوائد الشجيرية. تمتد من من؟ تمتد من الدماغ، من الدماغ ومن الحبل الشوكي، لاحظ، إلى جميع أجزاء الجسم. إذن هذا هو الدماغ كما هو مبين معنا في هذا الشكل، هذا هو الحبل الشوكي. الامتدادات التي تخرج من الدماغ من منطقة هنا النخاع المستطيل، لاحظ، هذا أعصاب دماغية، والامتدادات أو الأعصاب التي تخرج من الحبل الشوكي، هذه أعصاب شوكية. هذين الاثنين اللي هم الأعصاب الخارجة من الدماغ، الأعصاب الخارجة من الدماغ، الأعصاب الخارجة من الحبل الشوكي، كلها تكون الجهاز العصبي الطرفي. هذه تنتشر بشكل شبكة متكاملة تغطي كل الجسم. عندك مثلا radial nerve اللي هو العصب الزندي، ميديان نيرف، العصب الكعبري، السيرفكا الأعصاب العنقية، تمام، الساكرين نيرف الأعصاب العجزية، اللامبر نيرف تمتد من منطقة اللامبر، الثوراسيك نيرف سباينال، وهكذا البيريو نيرف الأعصاب اللي في الفخذ، تمام، التيبيال نيرف منطقة التيبيال، سكيتيك نيرف في الفخذ. كل هذه عبارة عن أعصاب، ومن وين امتدادات؟ تلاحظ الأصل امتداداتها تأتي من الحبل الشوكي، امتداداتها تأتي من الحبل الشوكي، من الحبل الشوكي. نفس الحكاية، لاحظ، هذه امتدادات تأتي من
الدماغ تمتد إلى الأطراف، وتمتد إلى ماذا؟ إلى الأطراف. الآن ما responsibilities يعني الاستجابات، أو يعني الآن عندنا responsibilities أو النواقل الأحاسيس، معناها أننا بقسم الخلايا العصبية إلى أقسام. قسم ينقل الاستجابات، مش قلنا ينقل المحفزات الخارجية، وقسم يرد على هذه المحفزات. لأنه قسم بينقلها ينقل المحفزات من الأطراف أو من أماكن معينة في الجسم إلى الدماغ، وهناك في الدماغ يتم الاستجابة لها، ترجمتها، معالجتها، إرسال الرد عليها. الرد عليها يكون عبر ماذا؟ عبر الموتور سيلز. إذن عندي نوعين من الخلايا العصبية المستجيبات يقولوا عليها. أول حاجة السنسوري نيرف carry message from body to brain، ترسل الرسائل أو الاستجابات من الجسم إلى الدماغ. pain، pressure، temperature، ألم، ضغط، درجة حرارة، تمام. هنا motor nerves carry message from brain، الاستجابات الرد عليها يتم عبر من؟ عبر الموتور نيورونز. إذن خلايا بتنقل الاستجابة مثلا من هذا الطرف، تنقل التحفيز، قد يكون وخز إبرة، قد يكون درجة حرارة عالية، ألم، تمام، ينقله إلى الدماغ. هنا في الدماغ تحصل المعالجة والرد. الرد بيكون عبر من؟ عبر خلايا، عبر خلايا ماذا؟ عبر خلايا حركية، ترجع بنفس المسار، خلايا حركية ترجع من هنا وترد على الألم. إذا كان مخز إبرة تبتعد اليد بعيدا، وإذا كان يعني برد ينكمش الجسم، إذا كان درجة حرارة يقوم بالتصرف اللازم إذا ذلك المحفز، إذا ذلك ماذا؟ المحفز. إذن نحن هذه هي وظيفة أو أنواع الخلايا العصبية، تمام. ما بين السنسوري والموتورز، طبعا السنسوري تنقل إلى هنا للدماغ، فيما بينهم الذي يوصل ما بين السنسوري الخلايا الحسية والخلايا الحركية خلايا تسمى بالإنترنيورونز، بالإنترنيورونز اللي هي الخلايا من؟ الخلايا البينية، الخلايا البينية. هذه تقوم بنقل الاستجابة، بالنقل ما بين النوعين من الخلايا. إذن عندك الآن هنا باراليسز، يسموه باراليسز الشلل. إيش سبب الشلل؟ loss of sensation and movement of part of the body due to an injury of spinal cord or brain. يعني إذا حصل ضرر للسباينال كورد أو للدماغ أو للدماغ، هذا الضرر قد يؤدي إلى حصول توقف أو انعدام الإحساس، حصول انعدام في الإحساس أو انعدام في الحركة في أحد أجزاء الجسم أو أحيانا الجسم بالكامل، فنسمي قد يكون شلل جزئي أو شلل كلي نتيجة خلل إما في من؟ الدماغ أو في الحبل الشوكي. ولذلك لا قدر الله بعض الناس تحصل له حوادث، قد يسقط من مبنى معين، حادث سيارة، عندما يتضرر عنده الحبل الشوكي أو يتضرر عنده الدماغ، إما أن يصاب يعني وهو لا زال حي، إما أن يصاب بشلل يبقى مقعد ما يقدر يتحرك بالكامل، أو يكون عنده جزء معين من الجسم لا يستطيع القيام بالحركة، وهذا ما يسمى بماذا؟ بالبارالايز، لأن هذه الأجزاء تتحكم بكل حركة الجسم، بكل يعني مش قلنا أنه الجهاز العصبي المتمثل بصورة رئيسية في الدماغ والحبل الشوكي، تمام، الذي من خلالهما يتم معالجة والتحكم في معظم نشاط الجسم وإرسال الإعازات عبر الجهاز الطرفي اللي هو البريفرال، الأعصاب الدماغية والأعصاب ماذا؟ الشوكية، الأعصاب الدماغية والأعصاب الشوكية، إرسال المحفزات عبر هذه الأعصاب. إذن إذا حصل خلل
لأحد منهما فيحصل خلل في أحد أجزاء الجسم، إما فقدان الإحساس أو فقدان الحركة، وهذا ما يسمى بماذا؟ بالشلل، وهذا ما يسمى بالشلل. إذن هذا هو درسنا لهذا اليوم، الجهاز العصبي تكلمنا فيه بصورة مختصرة عن أولا تعريف الجهاز العصبي، مجموعة من الخلايا، مجموعة من الخلايا تقوم بالتحكم بمعظم نشاطات الجسم الحيوية والاستجابة، والاستجابة إلى ماذا؟ والاستجابة إلى المؤثرات التي تحصل في البيئة الخارجية والداخلية والتعامل مع هذه المؤثرات. تمام. وعرفنا كذلك بأن الوحدة الأساسية في تركيب الخلايا، وعرفنا بأن الوحدة الأساسية في تركيب الجهاز العصبي هي من؟ هي النيورونز، نسميها الوحدة التركيبية والوظيفية للجهاز العصبي، structural and functional unit of the nervous system of the nervous system. وكذلك تعرفنا على تركيب النيورونز وبأنها تتكون بصورة رئيسية من السيل بادي ومن الدندرايتس ومن الأكسون، وقلنا بأن الدندرايتس وظيفتها استلام المحفزات العصبية، بينما الأكسون وظيفتها نقل المحفزات العصبية من الخلية العصبية إلى خلية أخرى، وأن نهاية الأكسونز يكون هناك ما يسمى بمنطقة التشابك العصبي، وهي منطقة التقاء المحور لخلية عصبية مع الزائدة الشجيرية لخلية عصبية أخرى، لخلية عصبية ماذا؟ أخرى. هذه تسمى بمنطقة ماذا؟ التشابك العصبي أو السينابس، التشابك العصبي أو السينابس. وعرفنا بأن الجهاز العصبي يقسم إلى قسمين رئيسيين، وهو الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. الجهاز العصبي المركزي قلنا يتكون من مكونين رئيسيين اللي هم الدماغ والحبل الشوكي. عرفنا بأن الدماغ يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية اللي هي المخ والمخيخ والنخاع المستطيل، والنخاع المستطيل، وكل واحد منهما يقوم بوظائف معينة ويتحكم بأحواس معينة في الجسم. فمثلا المخ يتحكم بالسنسز الحواس، ويتحكم بالميموري، والمخيخ يتحكم بالتوازن والموقع، والنخاع المستطيل يتحكم بالبريثينج اللي هو التنفس، والسولوينج والهارت بيت. أما النخاع الشوكي فهو التركيب الذي يليه على طول، ويقوم بالتوصيل ما بين الدماغ وما بين بقية وما بقي ونهاية الجسم. طبعا الدماغ عبارة عن مجموعة من الخلايا العصبية تشكل عمود من الخلايا العصبية محمية بمن؟ بالعمود الفقري المتمثل بماذا؟ بالفقرات، المتمثل بالفقرات. الجهاز العصبي الطرفي يتكون من الأعصاب الدماغية والأعصاب الشوكية، وقلنا بأن الخلايا العصبية داخل الجسم في لو قسمناها بالنسبة لطريقة نقلها للتحفيزات العصبية مقسمة بصورة رئيسية إلى خلايا عصبية حسية تنقل الأحاسيس أو تنقل الرسائل العصبية من من؟ من مسيجز الرسائل من الجسم إلى الدماغ، من الجسم إلى الدماغ، ثم يتم الاستجابة عنها إلى في الدماغ ومعالجتها وتحليلها وإرسال الاستجابة لها، وإرسال الاستجابة لها عبر من؟ عبر الخلايا العصبية الحركية. نكون بذلك قد أنهينا درسنا للجهاز العصبي. أتمنى لكم حسن الاستماع، وإن شاء الله تكونوا قد استوعبتم الدرس، وأي أسئلة أو استفسار تستطيعون أن تنزلوا عبر غرفة الكلاس روم للرد عليها. أتمنى لكم حظا أوفر، وأتمنى لكم إن شاء الله يعني عاما سعيدا، يعني أتمنى لكم عاما سعيدا، وأن تكونوا قد تعودتم على الطريقة هذه، كوننا يعني
يعني قمنا بها نتيجة الوباء الذي انتشر. بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.